والآن ننتقل إلى مداخلة الدكتور محمد أمين، مدير المدرسة العليا للأساتذة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس المغرب. مرحبا بالدكتور معنا اليوم في هذا اللقاء اللي هو عبارة عن جلسة تحية للمؤتمر الدولي الأول عن بعد المغرب 2022. الكلمة لكم. شكرا دكتور نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد رئيس الجامعة، أولا أنا أهنئ جامعة مولاي إسماعيل على تنظيم هذه جامعة مولاي إسماعيل التي ننتمي إليها على تنظيم هذه الندوة الهامة. أنا سعيد بالالتقاء في هذه الصبيحة بقامات علمية هامة، أولا أيقونتان أساسيتان في العالم العربي والإسلامي، الدكتور طلال أبو غزالة بروفيسور يزامي، اللذان يعتبران نقطة ضوء في هذا العالم. أريد أيضا أن أحيي زملائي السادة العمداء والمديرين، كل واحد باسمه وصفته. أنا سعيد أيضا في هذه الصبيحة أن نناقش موضوعا هاما يتعلق بالتطور التكنولوجي الذي يعتبر تطوراً واقعاً جديداً ينبغي تأمله واستثماره ووضع خطط لحل المشكلات التي يطرحها على البشرية أخلاقياً واقتصادياً وحضارياً. غير خاف أيها السيدات والسادة أن التكنولوجيا وهي تيسر حياة البشر وتجعل المجتمعات أقدر على التنافس والازدهار، تحدث تغييرات في سلوك الأفراد وإدراكهم للأشياء والأحداث والعلاقات، وهي تكنولوجيا تعمق الهوة أيضا بين البلدان الغنية والبلدان الأقل غنى وتحديثا، بل إنها تخلق شروخا اقتصادية وثقافية داخل البلد نفسه بين المدن والأرياف أو بين الطبقات الاجتماعية. لقد أحدثت التكنولوجيا تحولا إدراكيا للأمكنة والأزمنة والعلاقات والحاجات، ظهرت آثاره على اللغة وعلى التعبيرات الرمزية وعلى أنماط التواصل والكتابة، بل إن التميز الاجتماعي نفسه بل إن التميز الاجتماعي نفسه عرف تحولا غريبا بظهور بعد افتراضي موازي للعالم الواقع. فقد أصبح لبعض الأشخاص المرفوضين بمعايير العالم الواقعي صيت لامع وانتشار واسع وتميز بنشر التفاهة والرداءة والفضاضة، كل ذلك في عالم افتراضي يجنون من ورائه الأموال الطائلة. أيها السادة والسيدات، ظهرت أنواع جديدة من الجرائم التي تمس الأطفال والنساء والأموال والممتلكات، وتنتهك خصوصية الأفراد ولا تعتبر الملكية الفكرية والثقافية، وأصبحت القوانين المعمول بها متجاوزة في أحيان كثيرة، مما يجعلنا نطرح السؤال: كيف نجعل التكنولوجيا إذن تزدهر وتتطور في مجتمعاتنا بوقع إيجابي وباطراد يكون له الأثر الجيد على الاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية؟ أولا، يجب أن نعترف أن أي وسيلة استعملها الإنسان في حاجاته تحدث تغيراً ما في سلوكه وفي إدراكه للأشياء. أذكر هنا الفيلم البوتسواني الجنوب إفريقي لسنة 1980 The Gods Must Be Crazy، الذي تحولت فيه قارورة فارغة لمشروب غازي شهير إلى نعمة ونقمة على مجتمع صغير منعزل. في ذلك الفيلم الكوميدي كانت تلك القارورة ترمز إلى التكنولوجيا أو إلى الحداثة التي تقع على مجتمع غير مؤهل لها.
ولذلك لا يمكن أن يتحول تفكيرنا اليوم إلى رفض تام للتغيير، بل إلى جعل التغيير ازدهارا للمجتمع في إطار عادل وإنساني. ويبدو أن المجتمع العلمي بباحثيه ومؤسساته كان واعيا بضرورة وضع أخلاقيات لضبط مسارات التطور التكنولوجي، خاصة في المجالات الطبية والجينية، ولكن يبدو أيضا أن الإنسانية كلها معنية بضرورة توفير عدالة تكنولوجية على غرار العدالة الضرورية لتوفير لقاحات ضد الأوبئة. ولعل أفضل الطريق لتحصين المجتمعات من المزالق التي يمكن أن تحدثها الثورة التكنولوجية والرقمية الحديثة هو الاستثمار في تعليم عصري مواكب للتطورات، واع بالتحديات، جاعل حاجات المتعلم في صلب الاهتمام. فبالتعليم وتكوين الناشئة يمكن أن نستثمر التكنولوجيا لصالح البشرية، وبالتكنولوجيا يمكن أن نطور التعليم ونجعله تفاعليا مرنا ميسرا وعادلا. ومن الطبيعي أن يكون أول مجال يحتاج إلى تجديد وتطوير هو مجال تكوين المدرسين ووضع برامج حديثة لذلك. الاستثمار في تكوين المدرسين يمكن من تطوير المنظومة التربوية، لأنه سينتج جيلا من المدرسين المواكبين للتطورات المعرفية والتقنية المتلاحقة القادرين على استثمارها. فالواقع اليوم يكشف أن عددا كبيرا من المدرسين حول العالم هم غير قادرين على استعمال الوسائل الرقمية التي قد يحسنها في الغالب تلامذتهم، وإن كان هؤلاء مع الأسف عموما لا يستعملونها لتنمية مداركهم العلمية ولتحصيلهم الدراسي. إنه يجب أن نؤكد أن مشاكل التعليم وتكوين المدرسين ليست مشكلة تقنية محضة، فقد أبانت الحاجة إلى التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا أن الأزمة لم تكن تقنية خالصة، لأنه تم توفير منصات رقمية أمكن لعدد كبير من المدرسين استعمالها، ولكن هذا الاستعمال لم يكن من الناحية البيداغوجية ملائما أو موفقا لعدم قدرة هؤلاء على استعمال هذه الوسيلة، ولأنهم لم يتكونوا عليها ولم يدربوا عليها أصلا. ولهذا فإنه يجب أيضا تجديد مناهج التدريس وطرقه بناء على دراسات علمية دقيقة يكون المعيار الأساس فيها النجاعة التربوية المبنية على التفاعل وتنمية المهارات وتشبيك المعارف وجعل المتعلم فاعلا حقيقيا في المنظومة. أما ثالثا فإن محتويات التدريس يجب أن تعرف تجديدا يواكب تجديد المناهج في الاختيار والتصنيف والتنويع ومراعاة الحاجات المتجددة، بما فيها الحاجات إلى تكوين فرد فاعل في مجتمعه مبادر محصن من كل الانزلاقات. ولعل من مزايا هذا التجديد إعادة النظر في مفهومي الكونية والخصوصية وتنويع العرض التكويني بما يتناسب مع واقع العولمة ومشكلاتها. ويجب إدّاك إضافة مواد جديدة تعنى بالفن والأدب الرقميين وبكل العلوم التي تأثرت بثورة الرقمية الجديدة. وأخيرا حتى لا أطيل، يجب أن نجدد أو يجب تجديد القوانين وجعلها مواكبة لواقع التعليم الحالي والمستقبلي، خاصة القوانين المرتبطة بالتعليم نفسه، بالتعليم عن بعد، بالحركية الدولية، بالتكوين المستمر لهيئات التدريس، وكذا تجديد القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وزجر الغش بأنواعه. موضوع هذه الندوة الرائع يدعونا ونحن في المدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة مولاي إسماعيل إلى التفكير الدائم المتجدد في تكوين أساتذة الغد، في محتويات هذا التكوين، في مناهجه وطرق تقويمه. ولذلك فباسم الخاص وباسم أساتذة المؤسسة أعبر عن سعادتي بتنظيم جامعة مولاي إسماعيل جامعتنا لهذه الندوة الدولية التي ستمكننا من الاستفادة من تجارب مؤسسات مختلفة وأبحاثهم. ولهذا فإنني أنوه بعمل اللجنة المنظمة وب
المدرسة العليا للتكنولوجيا خاصة بمديرها وفرق بحثها وبكل المؤسسات الشريكة وبالأساتذة الباحثين المشاركين في هذه الندوة، دون أن ننسى بطبيعة الحال الجهد المشكور الذي قام به زميلنا الأستاذ الدكتور نبيل بالمكي الذي أهنئه وأشد على يديه، وكذلك الأستاذة بشرى النية على حسن اختيارهم للموضوع وإجادتهم في هذه المبادرة. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم دكتور محمد أمين، مدير المدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس المغرب، على هذه المداخلة والكلمات الطيبة للافتتاحية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول في موضوع تكنولوجيا القانون والتعليم بين الواقع والمستقبل. شكرا لكم دكتور.